شربتها يعني انت خلص قفلت الترند مثل ما بيقولوا. انا كمان بحبها والله. الله يا سلام. هاي كمان من الفلكرول والتراث اللي عن جد حلو ونظيف. طب ها من الفلكلور الجميل جدا جدا. هذه ايه انت ملك العتابة بصراحة يعني. انا كنت بلعبك لعبة حنأجلها لبعد شوي. انا معك على الموت. هلا هلا حنلعبها بعد شوي. انا معك على الموت. امان انا معك على الموت. كيفنا مع الترند؟ شيء حلو اليوم. اليوم اكثر ريتنا بدور على شيء اسمه ترند. يسعى اليوم بهاء للترند فعلا ولا لا ما كثير بتهتم بهيك قصص؟ هلا اذا شيء حلو بحبه بتمنى ساوي. بس انا برايي الترند هو احيانا بصير صدفه ناجحه بالصدفه اكثر ما تكون انت عم تخطط له يعني. لاحظ الترندات اللي ضربت كثير على مستوى العالم صار بالصدفه. اليوم انا وياك مخططين نعمل مثلا حركه على اساس وترند ما ممكن تعملش. صح تماما. شو رايك بالناس اللي هي بتتقصد تعمل ترند؟ هلا عم اقول لك هلا هدول عم يحاولوا يعملوا شيء لانه بجوز هلا ما بدي اظلم حدا بجوز هو عامل كل عمره يعمل ويحاول وما خلى شيء ما مثلا نقول اشتغله ما زبط. قال لك اليوم في شيء اسمه ترندات هذا بيعمل بيوصلك للعالم. وممكن ها ممكن يجي يوم الايام يعمل شيء. يمكن الترند لما يكون مو مقصود بيصير هادف اكثر. هو هذا بيضرب اكثر شيء. اما الترند المقصود بتحسه مبتذل وبيوصل لطريق تمثيل يعني بطريقه بشعه. يعني بالنهايه يعتبر تمثيل. بس ليك بدي لك شغله ترند عن ترند بيفرق. طبعا عم نعمل شيء ترند حلو اغنيه مثلا كلمه حركه راس هلا كنا عم نحكي عنه تمام. البراند هي مو ترند هي ترند وبراند. عرفتي كيف؟ اما لما اما شيء سيء اكيد لا. طيب اذا بدنا نقول عن الفيديو كليبس اللي انت بتعملهم خلينا نقول انه انت اجا حدا من المودلز او الممثلات اللي انضموا لك بالفيديو كليب وما صار في بيناتكم كيمياء، هل انت من جماعه بزنس بزنس انا بكفي طبيعي وبمثل الفيديو كليب ولا لا والله ما بكمل بدلوا لي اياها؟ لا لا لك انا بدي اعمل مع حدا انا مرتاح اعمل معه المشاهد هي ويكون مبسوط. لا لك انا بالنسبه لي موضوع بزنس موضوع عمل يعني مصلحه خلينا نقول. خلص ونمشي يعني نوصل انا وصل وقت التصوير ليصير هالعلاقه يعني ما في انه حتى بعد منا ما قلتي انا وحدا صح بس ولا بعمر تصوير ايه ولا بعمري قلت غيروا لي فلان. بس في منهم بتفضلي انه وقت اللي بكون وقت العمل التصوير يعني يكون عندها هيك روح الضحكه روح العبيه طبعا لحسه تتقبل ايه مشان انت لك مشان انا اشتغل من قلبي الكادر اللي معك يشتغل بينبسط. اما اذا في واحد نكدي بينزع الشغل كله. انت يمكن هذا الشيء فيك تتقيد فيه بالنسبه للاشخاص اللي بيمثلوا معك ولكن بالفرقه بتقدر تشتغل مع حدا ما في كيمياء بينك وبينه ولا والله مستحيل؟ مستحيل. براو. واذا حطيت بموقف ومضطر انك تشتغل بدك تنسي انه موجود. ما بتساير اليوم؟ عم ساير كثير كثير وكل الناس تعرفني بهالموضوع. بس نحن عم نحكي عن شخص اذا شخص حاسس انه هذا في نكد عليك أو خلص انت حطيتي موقف مضطره انه يكون موجود فخلص بعمل اعتبر حالي ما انه موجود اللي بالناس الموجوده لانه بالنهايه هدول بهموك. بتعرف ليش سالتك هذا السؤال؟ ايه؟ لانه انت عم تعرف على الشباب واحد واحد اخي صديقي ايه طبعا عشره العمر وياهم عشره عمر في محبه بيناتكم يمكن لهذا السبب. هدول اساتذه وعشره عمر انا وياهم نحن ما بنتعامل غير اخوي يعني انهم بيعرفوا شيء. بس انا عم اقول عامه احيانا بطلع على مكان احيانا انت بتحضري معزومه على سهره فيها شخص ثاني شفته بتجيب لك النكهة مش مضطرة تساري مزبوط صحيح تحاولي تتحاشي ماني مضطر امقيت وامقت العازميني كرمال واحد يعني حلو بنمشي شغل